هكذا من حسن إسلام المرء. تريد أن يكون لك إسلاما سالما ها في أعلى الدرجات، النتيجة أو العمل ترك ما لا يعني، في أشياء لا تعنيك ليست لك، اشتغل بما يعنيك. كلفك الله سبحانه وتعالى بالصلاة وحفظ الصلاة المفروضة الخمسة، كلفك الله بالتوحيد تعرف ما هو التوحيد وتعمل به وتدعو إليه، كلفك الله سبحانه بالصيام صيام شهر رمضان، أركان الإسلام تبحث عنها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرسول، إقام الصلاة، لأن البعض منا يصلي أي صلاة المهم صلى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أو إقام الصلاة، إقام الصلاة لماذا؟ حتى تأتي بالصلاة قائمة مستقيمة على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بشروطه وأركانه وواجباتها ومكملاتها، وتنتفع عنك الموانع. ليست هي هكذا تأتي وتمشي، يعني البعض يسلمك شوف العورة، صلاة باطلة، خاصة من يصلي في البنطال عندما يسجد أو يركع، إذا انكشفت السوء العورة الصلاة باطلة.